أرتست عبد الله. تبارك الله عليك أستاذ. سيدي زنت تبارك الله عليك. ما عندي ما نسيرك. اليوم راك في نهارك الكبيرة. درت يا سيدي 23 بلاطو سير 25. كل نهار ورزقو اش غادير؟ أي 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 كل نهار ورزقو كاع. كش أنت أخويا ونمشيو للغابة وبين لحم تيدك. في الغابة غادي نوريك أنا علاش قاد. عاشنا دابا؟ شوف حالنا ولا؟ إيوا هذا هو الجهد اللي ما يبان. يلا سيدي. يلا. تبارك الله عليك يا شريف. أنا شفتك جويجة. أي 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 كي جات؟ خايجة نقول لك. وهذه راه تقتل بنادم ماشي الوحش. خذ شي وحدة بحالها. إن شاء الله المرة الجاية غتلقاها عندي. وغادي نفرجك. إلا درت النظر. زمان هنا أعور؟ لا. إيوا شنو ما عندك ما كنعرفش نصيد؟ لا لا. غير هذاك الحجل أعور وعرج وكاع المصايب جمعت. يلا يلا. تعطيليش نشد بيك كل نهار كنقول نعلقها وكنسى وهي بنتي قريبة تدخل المغرب الله يجيبها على خير يا ربي يا ربي الله يخرج العقيبة على خير شفتيني كون مشيتي للصالون نجيب لك الفطور بيدي الله يهديك واش انتي ما عارفاش سي عبد الله عز عليك الكوزينه وشغل الكوزينه من ايامات المرحومه جيبي له الملاوي هما الاولين واخا دابا انت كتعرفيني انا في هادشي ديال الطياب عالم كبير فيه ودابا اختك الله يرحمها واخا كانت كتعرف تطيب وطيب مزيان كنعجز عليها طيابي كيعجبها دخلنا عليك بوجه الله كنعس على طيابك ولا كتدير لك خاطرك الله يرحمها ويوسع عليها كانت نقطة طيبة الله يرحمها فاطمة بغيت نسولك واحد السؤال شوية مدوخني دابا انت تبارك الله حجيتي وانت باقي صغيرة ياك غير انا عرفت واش نعيط لك الحاجة نعيط لك ملكة نعيط لك اختي اش نعيط الله يهديك اسي عبد الله اللي يريح لك خاطرك وحنا عائلة وحدة ويلي لا لا حرام شي مسلم من هذاك المكان اللهم امين يا رب العالمين ايوا انت ايوا دابا مزيان دابا انا غادي نهضر نلقى الراحة أنا لي بعد شوية ديال هاد السكر أصبح الخير صباح الخير العزيزة كي صبحتي؟ كي صبحتي يا عمر؟ بخير صافا؟ شنو عصير ولا قهوة؟ سي عبد الله الله يهديك علاش ما نمشوش نفطرو في الجردة؟ هادشي اللي قلت له أنايا راه ما تيسمعش أنا بديت الفطور هنا نكملو هنا
صافي. سعد الله وادك ديما كيخصو ديما مع السهل المال. الله يسهل علينا وعليكم جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات. قولوا امين. في الهموز لا في الهموز انا علاش اليوم كنت كنضرب في الخاوي؟ لان راه شي مشطون بالعامر هكذا. يعطينا الجديد سيدي. وشوف ويخلينا غير تنتيقن مزيان ونعرف داك الشيء مزيان ونضبطو ونخبرك في الليل. اه حسيني عبد الله هو كيتغير. مشينا اليوم زعما باقي ما يعرفش يشد الزويجه. علاش قلت لك؟ قلت قبل ما يجي قلت لك راه داير فيها بطل بطل. راجلي انا بطل. شكون اللي علمك بعد انت هذا؟ شكون اللي علمك التير؟ الو كي دايره بنتي؟ ها طولت علينا الغيبه. بابا كي دايرين؟ صافا الحمد لله الحمد لله. وانتي؟ صافا مومو كي بوكو ماما بزاف بزاف. آه. ماماك ملي خويتي عليها الدار وهي طاجه. اه طاجه طاجه بالمعقوله. وقولي لي وقتاش غادي نشوفوك؟ شغل فيان دغي دوما وماروك ان شاء الله. صافي ماماك غادي تطير بالفرحه ما فيهاش. قولي لي واش غادي تدخلي للمغرب مره ولا شنو؟ صافي جيو مون دكتوراه نرجعو بلاد. مرحبا بك بنتي مرحبا بك الحبيبه. بلادك محتاجه ليك وحنا محتاجين ليك. وقتاش غادي توصلي بالسلامه؟ تخيط لي غوبور ان شاء الله نادر. مزيان صافي غادي تلقينا كنتسناوك انا وماماك. ها قلت لك ما تقولها والو تبلغي الشوفور. اه نسيت نسيت حبيبتي والفرحه نسيت. والمهم الله يوصلك على خير. غادي تلقاي خالف كيتسناك في المطار صافي ان شاء الله. يلا تهلا يا حبيبه في راسك تهلا. آه شويتينا نايمه. نعم شوفي لي خالف فينا وقولي دوز عندي. يلا الله يرضي عليك. أخي أبو بشكوشتو. السلام عليكم. أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري من الأولى وفي العلوي. وأنا سفي شديد لكون السيد مصطفى صلى الله وسلم مولود المفرج عنه لم يسمح له بالعودة إلى تندوف وعائلته. هذا هو وقت عرضه للتعذيب. هذا هو الوقت. ايوا طلع نقولها اختي مليكه باش تفرح. عبد الله الله يهديك. اش دانا شي مليكه؟ تكلمني دابا على الفيلم اش درتي فيها؟ انا عارف اللي ما عندي علاقه بفيلم ما عندي علاقه بفلاح. ما اش غندير باش نرزق معلق؟ يقول ما بغيتش تشارك معايا وصافي. عندي واحد الهمزه فعلا تاركه. قلبت لها للشريك ولكن ما لقيتش محسن منك. يلا سيدي انا كنسمع. عرض نقول لك سيدي دير واحد 480 500 متر وثمنها بطاطا تصلح فيها عمارة من داك الشيء الكبير. لا لا سيدي انا داك الشيء ديال البني ومحاين ديال البني خاطيك. صافي اسمح لي. شوفي شكون ويلي شكون جاي عندنا في هذا الوقت؟ مالكم ياك لاباس؟ لا لا كنتسناو الباب يتحل شي حد يوصل ياك؟ سمعنا الصوره قلنا نعرفوا شكون هادشي علاش؟ ايوا